يا إلهي، لقد ارتكبت نفس الخطأين اللذين حذرتك منهما يا بسام. أوه، ماذا تقصدين؟ إنني أخشى عليك من التسوس. أولاً، أنت لم تقم بتفريش أسنانك عند استيقاظك من النوم لكي تحافظ عليها من التسوس. ثانياً، لقد قمت بتناول الحلوى الضارة بصحتك وأسنانك بدلاً من الأشياء المفيدة لها كالحليب والفواكه. لا أصدق هذا الكلام، لم تتسوس أسناني بعد. حسناً، يجب علينا الآن تفريش أسناننا قبل الخلود إلى النوم. قلت لك سابقاً، هذا ليس ضرورياً. ليلى، ليلى، ساعديني يا أختي. ماذا بك يا أخي؟ لا أدري، أسناني تؤلمني بشدة. لقد حصل ما حذرتك منه سابقا، لا عليك، دعني آخذك إلى طبيب الأسنان. لابد أنك تهمل تفريش أسنانك ولا تأكل الأكل الصحي يا بسام، أسنانك تعاني من تسوسات كثيرة. ما الحل أيها الطبيب؟ سأساعدك في تنظيف أسنانك، ولكن عليك أن تساعدني أنت أيضاً. أنا أساعدك؟ وكيف أفعل ذلك أيها الطبيب؟ أولاً، عليك أن تفرش أسنانك مرتين يومياً عند استيقاظك من النوم وقبل أن تنام. ثانياً، عليك أن تحرص على تناول الأكل الصحي. ثالثاً، عليك المحافظة على الزيارة الدورية لطبيب الأسنان للإطمئنان على صحة أسنانك. أنا آسف يا أختي لأنني لم أستمع لنصائحك سابقاً، وأعدك أن أهتم جيداً بنصائح الطبيب.